بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي لكره الطايره، الساده المسؤولين في الاتحاد المصري لكره الطايره، الحضور الكرام، اهلا ومرحبا بكم في مصر العزيزه وفي النادي الاهلي. انه لمن دواعي سرورنا ان يستضيف النادي الاهلي هذه البطوله الكبيره على ارض مصر، ويعكس هذه الاستضافه العلاقات الوطيده ما بين النادي الاهلي والاتحاد الافريقي. وفي هذه المناسبه وانطلاقا من مسؤوليتنا تجاه نادينا الحبيب، نتعهد امامكم بتنظيم رائع يليق باسم النادي الاهلي. مره ثانيه بنرحب بحضراتكم وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.